السابعة عليها من الأنباء. صباح الخير. وزارة الخارجية والمغتربين توجه رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، وتؤكد أن الخروقات والاعتداءات والمجازر التي يقترفها النظام التركي في غزو الأراضي السورية تشكل جريمة عدوان وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان. الخارجية قالت أن حكومة الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات الجرائم والخروقات والاعتداءات والمجازر المتكررة التي يستمر النظام الحاكم في أنقرة باقترافها ضد الشعب السوري، مشيرة إلى أن استمرار كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسعودية وقطر بتقديم مختلف أشكال الرعاية والدعم للنظام التركي إنما هو دعم صريح للإرهاب لا في سوريا بل في جميع دول العالم. ميدانيا، وجهت وحدة من الجيش والقوات المسلحة ضربات دقيقة على تجمعات وأوكار لإرهابي داعش بريف السويداء الشرقي. هذا وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش السوري وجهت ضربات مركزة على تجمعات وأوكار لإرهابي تنظيم داعش شرق قرية الشبيكة بريف السويداء الشرقي. وأكد المصدر أن عمليات الجيش السوري أسفرت عن تدمير وإعطاب عدد من الآليات لإرهابي التنظيم والقضاء على عدد منهم وإصابة آخرين. إلى ذلك، أكد مصدر عسكري أن الطيران الحربي السوري دمر تجمعات وآليات لتنظيم داعش الإرهابي في محيط حقل جزل بريف حمص الشرقي. هذا ودمرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة مقر قيادة ومرابض مدفعية للمجموعات الإرهابية في درعا البلد. ارتفع عدد خروقات اتفاق وقف الأعمال القتالية التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية في سوريا إلى 1108 خروقات منذ بداية تطبيق الاتفاق في 27 من شباط الماضي. هذا وأعلن مركز التنسيق الروسي في حميميم عن رصد 10 انتهاكات لاتفاق وقف الأعمال القتالية من قبل المجموعات الإرهابية في كل من ريفي دمشق واللاذقية خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأفاد المركز في بيان له بأن إرهابيي ما يسمى جيش الإسلام قصفوا بمدافع هاون بلدات في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بينما أقدمت مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى أحرار الشام والجيش الحر على قصف عدد من البلدات والقرى في ريف اللاذقية الشمالية. نقلت وسائل أعلام عن مصدر في جنيف أن هناك مشاورات روسية أمريكية حول سوريا، وأن موسكو وواشنطن تدرسان إمكانية شن عملية مشتركة ضد الإرهابيين في حلب بدءا من منتصف الشهر المقبل. هذا وقال المصدر القريب من المشاورات الروسية الأمريكية أن الطرفين يدرسان إمكانية الشروع في توجيه ضربات منسقة على المسلحين في حلب بدءا من منتصف أيلول. وأوضح المصدر أنه بحلول هذا الموعد لا يبقى داخل المدينة سوى أولئك الذين يرفضون إلقاء السلاح والخروج من حلب، مشيرا إلى أن المسلحين الذين سيبقون في المدينة ستتم محاصرتهم بغية تصفيتهم. أكدت وزارة الخارجية الروسية أن ما يسمى المعارضة السورية هي من عطلت العملية الإنسانية التي كانت الأمم المتحدة ستقوم بها في حلب. هذا وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في بيان: في اللحظة الأخيرة ربط المعارضون موافقتهم على إرسال قافلة من الشاحنات تحمل أغذية للمدنيين في حلب بشروط غير مقبولة وغير واقعية مسبقا. وأشارت زخاروفا إلى أن موسكو لم تعد تستغرب من كيفية تغطية هذا الأمر من وسائل الإعلام الغربية التي تصمت عن الابتزاز الوقح للعاملين الإنسانيين الدوليين من قبل المسلحين الذين رفضوا ضمان سلامة مرور القافلة الإنسانية على طريق الكاستيلو شمال حلب. ختام الموجز، إلى اللقاء.